بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم دلوقتي عن اللونج. اللونج احنا عندنا تو لونجز، رايت لونج وليفت لونج. دي اللونج بتاعة الهورس. هنتكلم الاول عن اللونج. اللونج بتتكون من ايه؟ بتتكون من بيز وايبكس. البيز ادي اهي، بيز وايبكس. البيز بتبقى من وراء كودالي، وبنسميها ممكن نسميها الديافراماتيك سيرفيس. والبيز او الديافراماتيك سيرفيس بيبقى نايمه على الديافرام. بتتكون كمان من تو سيرفيسز. السطح ده اسمه لاترال سيرفيس او كوستال سيرفيس. اللاترال او الكوستال سيرفيس زي ما شايفين عليه الامبريشنز بتاعه الضلوع او الكوستيل، كوستال امبريشنز طبعه الضلوع، فده اللاترال سيرفيس او الكوستال سيرفيس وعليه الكوستال امبريشنز. بعد كده الناحيه دي، ده الميديال سيرفيس. ميديال سيرفيس يعني ناحيه اللنج الثانيه. الميديال سيرفيس بينقسم لجزئين، جزء من فوق اللي هو فيرتيبرال بارت، وجزء اللي هو الميدياستاينال بارت اللي هو ناحيه الميدياستاينال. يبقى الميديال سيرفيس بيتكون من الجزء من فوق ده فيرتيبرال بارت اللي هو ناحيه السواسك فيرتيبري، والجزء ده ميدياستاينال بارت اللي هو ناحيه الميدياستاينال. في عندنا سطح تاني زي ما قلنا اللي هو الدافراماتيك سيرفيس اللي هو بيعمل البيز. بالنسبه للبوردرز عندنا ادي ده الدورسال بوردر، وادي الفنترال بوردر اهو، وده البيزال بوردر. البيزال بوردر بيبقى حوالين البيز، هو البيزال بوردر. فعندنا بالنسبه للفنترال بوردر يا جماعه بيبقى عليه حاجه اسمها كاردياك نوتش. الفنترال بوردر بيعمل الكاردياك نوتش. ايه الكاردياك نوتش دي؟ عباره عن نوتش من خلالها هنا بيبقى التو لانجز بينهم الهارت هنا. فعن طريق الكاردياك نوتش دي الهارت والبريكارديوم اللي مغلف الهارت بيبقى ان كونتاكت مع السواسك وول، مع السواسك وول اهو. الكاردياك نوتش بيبقى فيه كاردياك نوتش ناحيه الرايت على الرايت لانج، وفي كاردياك نوتش على الليفت لانج. لكن طبعا الكاردياك نوتش اللي على الليفت لانج بتبقى اوسع من الرايت لانج، لان احنا عارفين ان الهارت معظمه على الليفت سايد. يبقى تاني ايه الكاردياك نوتش دي؟ الكاردياك نوتش دي نوتش في اللانج بيعملها الفنترال بوردر، دي من خلالها الهارت والبريكارديوم بيبقى ان كونتاكت مع اللاترال ثوراسيك وول. تمام، يبقى كده شفنا الديسكريبشن بتاع الاناتوميكال ديسكريبشن بتاع اللانج. اللانج بتتكون من لوبس. اللانج بتاعت الهورس اللي معانا ديت بتتميز اللانج اوف ذا هورس ان الانتر لوبر فيشرز ابسنت، يعني مفيش فيشرز بين اللوبز، فمش هتلاقيها مفصصه. بالنسبه للليفت لانج بتتكون في الهورس من تو لوبز، كرانيال لوب اللي هي الجزء ده، وكل ده الكودال لوب. يبقى ادي الليفت لانج اوف ذا هورس بتتكون من كرانيال لوب وكودال لوب. يعني لما امسك لك دي نيم اوف ذيس لوب، ده الكرانيال لوب. طب لما امسك دي ايه؟ دي الكودال لوب. ده بالنسبه للليفت لانج بتاعت الهورس. والكرانيال لوب زي ما احنا شايفينها حته واحده انديفايدد مش منقسمه. نمسك الرايت لانج بتاعت الهورس. الرايت لانج بتتكون من 3 لوبس. ايه هما الثري لوبس؟ ادي الكرانيال لوب، وادي الكودال لوب، واكسسوري لوب واحده زياده. زياده يعني اكسسوري، اكسسوري لوب. يبقى بالنسبه للانج اوف ذا هورس الرايت لانج بتتكون من 3 لوبس، كرانيال وكودال الكبيره قوي ديت والاكسسوري لوب. اما الليفت لانج بتتكون من تو لوبز فقط اللي هي الكرانيال والكودا. تمام، بالنسبه للدب، لما نشوف الدب، ادي الدب. الدب زي ما احنا شايفين دي الترقيه. طبعا الترقيه بتيجي بتنقسم لتو برنسبل برونكاي، رايت برونكاس وليفت برونكاس. تو برنسبل برونكاي، كل برنسبال بونكاس بيدخل للنج. الدوج بيتميز ان الانتر لوبر فيشرز بتاعته فيري ديب. اللنج بتاعت الدوج الانتر لوبر فيشرز يعني الفيشرز اللي بين اللوبز فيري ديب، بتوصل لغايه البرنسبال بونكاس. الرايت لنج بتتكون من ايه؟ بتتكون من كرانيال لوب وميدل وكودل واكسسوري. يبقى كام لوب هنا؟ رايت لنج اوف ذا دوج 4 لوبس. كان في الحصان رايت لانج 3 لوبز، كرانيال وكودال واكسسوري بس.
اما هنا في لوب زياده، ادي الكرينيال وميدل، الميدل دي مش موجوده في الحصان، كرينيال وميدل وكودل اللي هي الكبيره دي اللي من ورا والاكسسوري. وزي ما احنا شايفين الانتر لوبر فيشرز عميقه جدا فيردي. الليفت لانج بتاعت الدوك بتتكون من تو لوبز، كرينيال وكودل. الكرينيال لوب بتبقى ديفايدد، اهي منقسمه لجزئين، يبقى ده ادي الليفت لانج اوف ذا دوك. كرينيال لوب ديفايدد، ديفايدد كرينيال لوب وكودل لوب. بعد كده ما نشوف الرومينانت، الرومينانت الرايت لانج زي الدوج، عباره عن كرينيال وميدل وكودل واكسسوري. الليفت لانج ديفايدد كرينيال لوب وكودل لوب. طب ازاي افرق الرومينانت عن الدوج؟ هفرق الرومينانت عن الدوج ان في حاجه اسمها التراكيال برونكس. الرايت كرينيال لوب، الرايت كرينيال لوب بتبقى فنتليتد بالبونكس. البونكس هنا مش جاي من البرنسبال بونكس، المفروض ان البرنسبال بونكس اللي داخل اللنج بينقسم الى لوبر بونكار، كل لوب بيدخل لها بونكس. فكل اللوبز اللوبر برونكاي اللي بتغذي اللوبز دي جايه من البرنسبال بونكس، ده بالنسبه للدوج. لكن بالنسبه للرومينانت والكلام ده برضه في البيج، بلاقي ان الرايت كرينيال لوب بتبقى فنتليتد ببونكس جاي من التراكية، قبل ما التراكية تنقسم لتو برنسبال بونكاي، قبل ما تنقسم بيبقى فيها طالع منها بونكس يروح يغذي الرايت كرينيال لوب. البونكس ده اسمه تراكية البونكس، وده مهم جدا. يبقى ادي التراكية المفروض هنا هتنقسم لتو برنسبال بونكاي، كل برنسبال بونكس يدخل للنج. لكن في الرومينانت والبيج، في الحيوانين دول بس رومينانت والبيج، بيطلع بونكس من التراكية قبل انقسامها لتو برنسبال بونكاي. البونكس ده اسمه تراكية البونكس لانه طالع من التراكية. فالتراكية البونكس موجود فين؟ موجود في رومينانت والبيج فقط. التراكية البونكس ده بيروح يغذي مين؟ بيوصل هواء لمين؟ بيوصل هواء للرايت كرينيال لوب. تمام، يبقى اول ما اشوف تراكية البونكس يبقى اللنج دي اما بتاعت رومينانت او بيج. طب ازاي افرق الرومينانت عن البيج؟ هلاقي ان الرايت كرينيال لوب في الرومينانت اللي داخل لها التراكية البونكس بتبقى ديفايدد او منقسمه. لكن في البيج الرايت كرينيال لوب ديت مش هلاقيها منقسمه، هلاقيها حته واحده. فاحنا كده العينه اللي عندنا هنا دي سمول رومينانت. فعندنا اهو ادي الرايت كرينيال لوب ديفايدد، وادي الميدل لوب، وادي الكودال لوب، وادي الاكسسوري. لو انا شفت عينه فيها التراكية البونكس والرايت كرينيال لوب حته واحده كده انديفايدد مش منقسمه زي دي، يبقى دي اللنج بتاعت بيج. فده بالنسبه للكومباراتيف بتاعت اللنج. يبقى بسرعه كده ازاي افرق، لما ازاي اعرف ان دي لنج بتاعت دوج؟ الاقي يا جماعه الحكايه متفصصه خالص، لان الانتر لوبر فيشرز في الدوج بتبقى فيري ديب. والاقي طبعا الاول مش هلاقي هنا اي تراكية بونكس، شايفين ادي التراكية منقسمه لتو برنسبال بونكاي، والبرنسبال بونكس هو بيطلع منه لوبر بونكاي بتغذي كل اللوبز، مفيش هنا بونكس طالع من التراكية. يبقى دي ايه؟ دوج. لو لقيت هنا في تراكية البونكس طالع من التراكية قبل الانقسام، قبل الديفيجن بتاع التراكية ورايح هنا، يبقى دي اما سمول اما رومينانت عامه او بيج. افرق بينهم ازاي؟ ابص على الرايت كرينيال لوب اللي رايح لها التراكية البونكس، لو لقيتها منقسمه كده ديفايدد يبقى دي بتاعت رومينانت، لو لقيتها انديفايدد يبقى بيج. واحنا معلش ما عندناش عينه للبيج عشان نوريها. اما الهورس فدي واضحه جدا، يعني اهو ادي هورس الرايت والليفت لانج بتاعت هورس وهي ماسكه في التراكية، ادي التراكية وادي منقسمه لتو برنسبال بونكاي، اهو مفيش تراكية البونكس هنا. تمام، لما الاقي هنا الاقي الرايت لانج، شايفين هنا اللنج بتاعت الهورس مميزه ان ما تلاقيهاش مفصصه، ما فيش انتر لوبر فيشرز. الرايت لنج عباره عن كرينيال وكودال لوب والاكسسوري لوب اهي. اهي الاكسسوري لوب. الليفت لنج عباره عن كرينيال وكودال لوب، الكرينيال لوب انديفايدد مش منقسمه. في كل الحيوانات الليفت كرينيال لوب بتبقى ديفايدد، يعني في الدوج ادي الليفت كرينيال ديفايدد. في رومينانت وهكذا في البيج الليفت كرينيال بتبقى ديفايدد. في اخر حاجه هتكلم عنها هي الهايلس والروت اوف ذا لانج.
لما بنبص على اللنج في اللنج المفروض زي ما قلنا في فيديو قبل كده ان الاورجانز بتبقى متغطيه بسيرس من بين الابدومينال اورجانز اللي في الابدومينال كافيتي بتبقى متغطيه بالفيسرا لير اوف بيرتونيوم. اما في السد اللنج بتبقى متغطيه بالفيسرا لير اوف بلور، الفيسرا البلور اللي هي بيسموها بالمونري بلور، وهي اللي بتخلي اللنج كده لمعه سموث وشايني وجليسنينج، دي لان دي متغطيه بالبلور البلمونري بلور او الفيسرال بلور. في منطقه اريا في اللنج، الاريا دي المنطقه دي نوت كفرد باي بلور، المنطقه دي اسمها الهايلس بتاعت اللنج. الهايلس الهايلس ده بيدخل ويطلع منه الاستراكشرز اللي داخله وطالعه من اللنج، الاستراكشرز دي بسميها روت اوف ذا لنج. يبقى ايه الفرق بين الهايلس والروت اوف ذا لنج؟ الهايلس ده مكان اريا على اللنج نوت كفرد باي بلور، وبتبقى المكان ده هو اللي بتدخل وتطلع منه الاستراكشرز اللي داخله وطالعه من اللنج. طب الاستراكشرز دي على بعضها الاستراكشرز نفسها اسمها ايه؟ اسمها روت اوف ذا لنج. الاستراكشرز دي طبعا اللي هي هيبقى داخل البرنسبال برونكس والبالمونري ارتري والبونكيال ارتري، بيبقى طالع البالمونري فينز، فده بالنسبه للروت اوف ذا لنج. هنا في حاجه اسمها في هنا ليجامنت، ادي الليفت لانج بتاعت الهورس واضحه، شايفين الفتحات دي احنا قاطعين الروت اوف ذا لانج اللي هو الاستراكشرز اللي داخله وطالعه، فالمكان ده هو الهايلس اللي هو نوت كفرد باي بلور. عندنا هنا اللانج قلنا ان هي متغطيه بفيسرال بلور. الثوراسيك كافيتي احنا عارفين ان في تو بلورال ساكس، البلورال ساكس دي معموله ببايتال بلور، بين الفيسرال بلور والبايتال بلور في بيبقى البالمونري ليجمنت، اهو البالمونري ليجمنت. احنا هنا البلورال ساك اللي هي بايتال بلور بتيجي وبعد كده تعمل ريفليكشن تغطي هنا على الاورجن على اللنج فيسرال بلور، بينها بيبقى بين البايتال والفيسرال بلور بيبقى في وصله، الوصله دي عباره عن ليجمنت، الليجمنت ده هو البالمونري ليجمنت اهو يا جماعه. مكانه فين؟ بنلاقي عباره عن ليجمنت والهايلس، ادي الهايلس اوف ذا لانج وادي وراه الفولد ديت هي البالمونري ليجمنت. ايه البالمونري ليجمنت ده؟ هو الشيت او الوصله بين البالمونري بلورا اللي مغطيه اللانج اللي هي الفيسرال بلورا وبين البايتال بلورا اللي عامله البلورا الساكس، ده البالمونري ليجمنت. فاحنا كده عرفنا ايه الفرق بين الروت اوف ذا لانج اللي هي ستراكشرز وبين الهايلس اوف ذا لانج اللي هي المنطقه دي اللي هي نوت كفرد باي بلور واللي بتدخل وتطلع منها الروت اوف ذا لانج، الستراكشرز اللي داخله وطالعه من اللانج. ده بالنسبه للانج. احنا عندنا هنا في اللانج بيبقى في اللوبيوليشن، اللانج بتاعت الرومينانت وفي البيج بتبقى متميزه ان لما ببص للتيشو بتاع اللانج لو هي فريش هتبقى ملاحظ ان هي بتبقى متفصصه، ودي بتبقى واضحه جدا في البيج. ان ده معناه ان الانتر لوبيولار كونكتيف تيشو بيبقى ريتش وبيبقى كتير، فبنلاقي سطح اللانج لوبيوليتد. طبعا احنا هنا عشان العينه قديمه فممكن ما نشوفش اللوبيوليشن كويس، فدي معلومه هتفيدكم يعني في النظر. وده بالنسبه للنظر.